زي ام بي زي المقاولون العرب محمود عزت، برضو كلام عن نادي الزمالك. نروح للمهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب. باشمهندس مساء الخير. اهلا، مساء الخير، ازيك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. كويس ان انت فتحت هذا الموضوع، لان جورنال اليوم السابع ده دايما بيفبرك الاخبار، وانا بقولها علني وكلمته بهذا الكلام. والنهارده مجلس الاداره واخد قرار نادي المقاولين، وانا قلت مع سيادتك قبل كده مش هنسيب اي لاعب، ولا في حد راح للزمالك ولا في حد راح للاهلي. محمود عزت من كام يوم كتب اليوم السابع تحديدا انه هروح الاهلي وما راحش الاهلي، فرجعت قالت هيروح الزمالك ومش هيروح الزمالك. احنا في فتره بلبله، وانا بطالب اتحاد الكره ياخد موقف مع سماسره اللاعبين، مش وكلاء، دول سماسره اللاعبين هم اللي يبتدوا يعملوا البلبله. لا هو فندم، ودي واحده، هو المشكله مع سماسره ولا مع موقع اليوم السابع؟ ماليش دعوه اللي بلغوا مين. يعني احنا وبعدين يبدا بقى يبقى موضوع بقيت المحطات كلها تتكلم فيه والدنيا تتكلم فيه، رغم ان انا اكثر من مره قلت مش هنسيب اي لاعب مهما كان. ده هو كمان تاكيدا لكلام حضرتك على على اقول لك على حاجه ثانيه، حتى لو اللاعب اللي عايز كمان مش هنسيبه. لا فندم، ده هو على 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 صفحته كاتب اهو الراجل، ان هو الراجل كاتب بكتب كل هذا الكلام. كاتب ان مفيش اهلي ولا زمالك ولا في حاجه، وان هو بيلعب في نادي محترم تحت اداره محترمه. بص كابتن سيف، برضه بستقبل امرك، عايز اقول ارفعوا ايديكم على المقاولين العرب. فترة الأولانية قعدوا الكابتن حسن شحاتة رايح جاي، رغم إن اتحاد الكرة ما طلعش منه أي مفاوضات أو قال إن في مفاوضات مع حسن شحاتة، ولكن كل وسائل الإعلام كانت بتجري ورا خبر يكتبه صعبي تتردد هذا الكلام. النهارده بقت اللعيبة، طب أنا هشتغل إزاي؟ يعني إيه يا حسن؟ اللعيبة بتهدى وتقبل، خلاص ما هو حسن ماشي، طب ما مشيش. النهارده بقت اللعيبة كلها، يعني إحنا عايزين يعني ارجو ان يرفعوا ايديهم عن ما بيلعبوا. زعلان يا باشمهندس انت؟ اول مره اشوفك زعلان كده. لا زعلان جدا طبعا، يعني حاسس حضرتك انت طول السنه يا كابتن حسن شحاته رايح جاي، دلوقتي اللعيبه رايحه جاي ومفيش الكلام ده كله، مش بيأثر في الفرقه الكلام ده يا كابتن؟ يعني حضرتك مش بيأثر في الفرقه وبيأثر في اللعيبه؟ طبعا طبعا. طب سؤال يا فندم، معلش انا رسمي من برضه بقناتك منعت جميع سماسره اللعيبه من دخول النادي. تمام. يعني هم اللي بيسربوا الاخبار دي للصحافه او الاله. وبعدين ممنوع تماما. وممنوع التعامل معاه. فانا فعلا زعلان لان مش عارف الم اللعيب. يعني طب ناخد يا فندم تصريح من حضرتك. الناس دي نادي المقاولين دلوقتي، نقول مثلا ان هو في فتره تعاقد لاعبين، تجديد لاعبين، مش هيفرط في حد، لا في كلام باخر الموسم، السياسه ايه؟ ما احنا قلنا القرار خده مجلس الاداره النهارده الساعه 2:30 3 ممنوع ترك اي لاعب خارج المجموعه، ولا حتى في نهايه الموسم يا فندم؟ ولا حتى في نهايه الموسم. تمام، ده اعتقد حضرتك خلاص. وبعدين انا نفسي بقى الزملاء كلهم اللي هم رؤساء الانديه والانديه الناس المحترمه دي كلها، خلاص احنا قلنا كده مفيش داعي بقى نجري ورا اللعيب. انا واثق فيهم كلهم، لعيبه مكاننا سواء الاهلي او الزمالك، دي ناس محترمه ما بتخش من الباب. المسؤولين الكبار بيتصلوا بالمسؤولين اللي كانوا عايزين حاجه، فالكلام ده كله ما تمش ومش هيتم، لان هم كلهم عارفين وجهه نظر المقاولين. كلام الحقيقه كلام محترم جدا، وان اللعيبه بتاكد كلام حضرتك، فمعنى كده ان في كيمياء يعني او في استقرار كبير في نادي المقاولين. الحمد لله، فمش عايزين نهزه بقى، يعني مزعلني الكلام ده يبتدي يهز. طب ليه كده؟ معلش يا باشمهندس، روق يا باشمهندس، المقاولين عامل نتائج كويسه وان شاء الله اللي جاي احسن. ماشي يا كابتن، ربنا يخليك، شرفت. شكرا يا فندم. المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بالمقاولين العرب. يعني المقاولون العرب الراجل زعلان، عنده حق برضه، شايف ان هو طب انا خلاص صرحت.